السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. النهارده يا جماعة اللي جايب لكم فيديو مميز جدا لمستويات حمام من المستويات العالية جدا، سواء للغزار او الحمام الشامل اللي هو الحمام العبسي او الحلبي. النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله، الفيديو ده المقطع ده في لحمام حلبي، سبحان الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك اللي صاحبه. حاجه من المستويات الجميله جدا جدا، من اعلى المستويات اللي شفتها في مصر. اللي حابب يا جماعه يكون عنده حاجه من الباب ده يتواصل مع صاحب رقم التليفون. وعلى فكره يا جماعه الحمد لله يكون سعره مرتفع، يعني لان مستواه بسم الله ما شاء الله. برضه يا جماعه احنا بنقدم لكم خدمه، لو حد عايز يبيع حمام ولا حاجه على القناه بتاعتنا يترك لنا تعليق وانا اقول له يتواصل معانا ازاي. وكله يا جماعه خدمه لوجه الله، ما باخدش مقابل ولا حاجه. يعني لو حد اي حد عايز يعرض حمام يقول انا عايز ابيع حمام على القناه، وانا ابعت له وسيله تواصل معايا ونعرض له حمام ان شاء الله، وربنا يرزق الجميع من فضله. ما تنسوش يا جماعه برضه تشجعونا بلايك وتعليق، والناس اللي مش مشتركه تشترك عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنقدمها، لان برضه يا جماعه اللي مفعل الاشعارات بتوصله الفيديوهات اول باول، يعني لو عايز يشتري مش هتفوت العروض. ده يا جماعة تصوير بطيء لذكر، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، مستوى عالي من أعلى المستويات. ده ذكر لونه أحمر. الذكر ده يا جماعة لو لونه أسمر، لو أسود كان بان المستوى على حق يعني. بس هو مستوى فاخر يعني للحمام الحلبي. الحمام الحلبي يا جماعه سلة مصريه، حاجه من السلات المصريه زي الغزار كده، من الحاجات اللي ما تلاقيش الا في مصر بالسواد الحلوه دي. يعني احنا عندنا نستورد من بره ونجيب حمام من بره ومش عارف ايه، لا احنا عندنا حمام وسلات مش موجوده. يعني المراسلات عندنا، باب الميكانيرات عندنا، الغزار عندنا، الحلبيات دي كلها سلات مصرية، وحمام مش موجود في العالم كله. يعني احنا لو بصينا للسلالات دي وطورنا فيها ووصلنا لأعلى المستويات وحافظنا على المستوى، مش مهم ان نطور يعني، المهم ان احنا نحافظ على المستوى الحلو اللي عندنا ده، ما نقعدش ان نلخبط ونجوز حاجات على بعض، كان هيبقى لنا شأن تاني في تربية الحمام. والله كنا هنصدر للعالم كله، بدل ما احنا بنستورد حمام ملوش لازمه وبفلوس. بس في لسه ناس برضه قويين محترمين محافظين على الابواب دي وحافظين المستوى بتاعها. جبنا لكم يا جماعه برضه ذكر صافي هنا، حاجه من الحاجات الجميله جدا، بسم الله ما شاء الله. عرض الحاجات دي مش موجوده الا في مصر، ولا حد عارف يربيها ولا حد عارف يفرخها الا في مصر. بس احنا للاسف بنبص اللي بيجي من بره. الحمام الجمل المصري يا جماعه جميل جدا، ده يا جماعة اسم غسلات زغليل عامل 800 جنيه، مستوى برضه يا جماعة مستوى جميل. ما
برضه صاحب الاس المرشد ده عنده اس هومر برضه زغليل عامل برضه 800 جنيه. حاجة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. دي مجموعة حمام جزرات يا جماعة، وفي حمام في حمام برضو مكنير برضو حاجة جميلة جدا. ونشوف احنا نقول لك يا جماعة أي حد عايز ينشر أي حمام عروض بيع هتكون عندنا، احنا ما عندناش أي مانع وبدون أي مقابل. المقابل الوحيد ان انت تكون صادق في بيعك وشرائك وما تغشش حد بس مش اكتر. يتركني عليه وانا بعت الماسنجر بتاعي بعت لي عليه الفيديوهات ورقم تليفونه عشان انشره، ودي خدمة لوجه الله. ده حمام يا جماعة حمام جزار من الشوايات حلوة جدا. ده يا جماعة عرض جزء غليل هزاز ديول، بس أنا شايفهم إن هما صغيرين جدا، هما 840 جنيه بس هما لسه سنهم صغير، يعني المستوى بتاعهم مش واضح ولا الديل قلب ولا شوفنا الديل فريش أبيض من ورا ولا لأ، بس هو صاحبهم نشرهم على المستوى ده يعني على اللي في السن ده، الله أعلم وظروف كل واحد. ده يا جماعة جوز عشبك ولاده جوز بخار أصلا بولاده، وتحت جوز هاملت برضه بولاده بس للأسف ما هماش واضحين في الفيديو، يعني اللي تحت ده جوز هاملت بس تصوير الفيديو مش موضحه. آخر عرض معانا يا جماعة هو عرض زغلول خضر أملأ، عاملين 500 جنيه. فاللي حابب يتواصل يا جماعة على أي عرض من العروض يتواصل على الرقم المثبت على الفيديو، وربنا يرزق الجماعة من فضله وربنا يبارك فيكم. ومتنساش يا جماعة من اللايك ومن التعليقات، واللي مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.